انا بحالي كل واحد وقت عين وكل شيء عندي انا قاعد احسبه الوقت اني اطلع بالي وقف الام يبغى منا يا ابو علي تفضل خذ راحتك تكلم تفضل عندك يا ابو علي لا عندك بعدك انا مره بعد مقدم تفضل وقف الام مكة المكرمة هذا الوقف عندكم طبعا وهمنا الاول اكيد لها مشاريع كثيرة ولها اعمال خيرية اللهم لك الحمد قائمين عليها بشكل يعني بشكل رسمي اللهم لك الحمد فتكلمنا فيه كثير ويستحق منا الاكثر من كلام حتى يستحق من الدعم دعم مادي ودعم معنوي ونشر وتفاعل مع هذا الموضوع اللي سلطان. فعلا هو اللي خير لنا في الدنيا والآخرة يعني فرصة وغنيمة لنا كمسلمين بأن يجينا تطبيقات تسهل علينا التبرع الناس يحتاجون لو أنت شفت المحتاج بعينك تغير كل اللي في داخلك بس أنت قاعد تسمع كلام وأتمنى أنك تثق في هذا الكلام من أن هذول الجمعية بارك الله فيهم قاعدين يدعمون للناس اللي يستحقون اللي لو شفتهم بعينك دفعت كل ما عندك أنا ما بك تدفع كل ما عندك لكن ادفع ما تيسر لعل الله عز وجل يغفر الله ذنبك بهذه الصدقة لعل الله عز وجل يرد عنك قدر لعل الله عز وجل يعني يسهل أمورك في الدنيا والآخرة لذلك تصدقوا لأنفسكم ولأهليكم ولأمهاتكم أباكم الأحياء منهم والأموات وانشروا اللي حولكم لعل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين أتمنى من الأخوان المتسابقين يشاركون معي بالكلمات الطيبة اللي بإذن الله يعني نشاركنا وياهم في الأجر سفراء الوقف يعني بنا وأخوي عادل بن هيف تحدثنا يعني عن الوقف أكثر لكن أختصرها اليوم صراحة بالكلمة اللي على الدرع أيوة يعني وش أحسن من تهدي لأمك جنتي الغالية تقديرا لمكانتك في قلبي أهديك أجرا لا ينقطع في أطر بقعلر الله أكبر هذا الصراحة كلمتك ما زيد على كلام أبو لا في لكن نقول مهما سوينا ومهما فعلنا تجاه والدينا ما راح نوفيهم اللي سووه معنا نحسنا مقصرين فهذه فرصة أول شيء وقف ماشي معك مدى الحياة وبعد مماتك حتى ثاني شيء عن أعظم أم وأيضا في مكة المكرمة أطهر بقاع الأرض فهذه فرصة نغتنمها وأتمنى كل من شاهدنا يغتنم هذه الفرصة والله يوفقنا وإياكم آمين يا رب مهند إذ مرت لك قصة غريبة عجيبة في موضوع الصدقة تذكرها سواء مرت لك شخصيا أو قرأت عنها والله الصدقة اللي أعرف عنها أنها تدفع البلاء تدفع المصيبة كذلك داوى مرضاكم بالصدقة وبالنسبة لي أنا أنظر لها من نظرة ثانية أني مو بس إذا أنا عندي شيء أبغى إذا عندي مرض أروح أتصدق ولا إذا عندي مشكلة في حياتي لازم أروح أتصدق أشوف حتى في حالتي النفسية إذا أبغاها تتحسن أروح أتصدق لأن في تتلذذ بالعطاء لذة العطاء إذا وصلت لهذه المرحلة من السعادة اللي هي لذة العطاء أنك تستلذ بالعطاء أنت خلاص بتعيش مبسوط فعلا والله صادق والله العطاء له لذة فعلا طيب أخوي بخيت أنا والله ما عندي زيادة على كلام أخواني غير بقول أصدقه دفعت بلاء ولذت من غير الحسنات اللي أنت بتأخذها واللي دفعت البلاء اللي بتصدق عنه لها لذة في المقال مهند لها لذة ما يحسبها إلا اللي قد تصدق والله أنك تتصدق مرات مرة بدون شعور تروح تعق اللي في مخباك كله لا ويه تلك حد ولا عشان تعيش اللذة هذه بس بالضبط صح صلى الله عليه وسلم جعلنا نذوق لذة دخول الجنة يا رب العالمين وهذا الصدق وهذا الوقف اللي بإذن الله أنه بيكتمل في هذا البرنامج وبيكون تتويج لكم كلكم سواء الموجودين ولا اللي طلعوا لأن اكتمال وقف في نسخة يعني يعد لك أنت كمتسابق يعد جميعا كطاقم عمل صلى الله عليه وسلم أن يكمل هذا الوقف في أقرب وقت ممكن بهمم السادة المشاهدين وبنشرهم وبدعمهم المادي والمعنوي أبو علي جاك أبو علي جاك أبو علي قاعد يشوف النظافة جاك أبو علي جاك يا أبو علي جاك أبو علي دائما تعقل